يديك قب يا وليف واعتني فوق هياك تسبق نسوم الريح يا من تمدي اسرع من اللي بس باري شهر يما بنت خضرة لا هي شينة ولا ابوها شينة. احنا ليه نخطي ونرمي خطانا على اخرين؟ المفروض انهم كانوا ينتظروا حتى يشفى ولدهم وبعدها ينشدوه عن اللي طخه. وايش فيه يا ضرب ضارب راشد الجحطان طلب يدش مني ها وش رايش الحين بعد ما راشد يقوم بالسلامة ويمشي على رجليه تنشدها له بيك طمني ان حالة راشد زينة قمن خليتني يا صلبوه بحالي مثل حال الجمل اللي قعد تكثر عليه السكاكين راعد يحفر حفرة لولدي راشد ويتفن هو حي هذا هرجان كل الهرج عند راشد سامحيني اليوم دنيا وبكرة آخرة سامحتك يا بنيتي كلكم عيالي والخير بيكم من أبوك يا بنتي؟ أنا أبوي راس الرمح وأنا بنت بلقيس والله والنعم من الشيخ قحطان مكثورة الخير إن شاء الله وهذا هي عمرك لهلا حين شتها إذا تاخذ واحد بدوي ضحكت علي يمه ليه ما رحت يوم عمي طلب إن أحد يجيب راشد ما حبيت أتواجه أنا وهو بيك الخير يا راجل وش الهرج هذا يوم الله يهداك كلامي وده يمشي يا عساف والبنيه يوم اللي تنتظرني مكتوب على اسمي ما دام مجحم ما وده ينطيك بنته خدش عيله حرمه اخوك لكن يمه عساف لا تخليني اغضب عليك لا يمه كله ولا غضبك لكن بالاول خلنا نشوف رايها انا موانه عليها وعلى غيرها بعد Hey, 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 hey.
هان الظعن كانوا وهان التعاليل وهان نجرهم ضبح ينده الضيف وهان موقد نارهم ودلال المعاميل وهان مجلسهم والسهر ولمة الكيف وهان قعدة عشيري لنجرها دليل يهذي القول ويوصفني بعز المواليف. يعلم الله أن الشيخ قحطان رجل ما مثله رجاجيل. الرجل كان وده يكسر الطريق علينا وعليهم، لولا كان خايف من واحد جاهل ولا هتلي يساوي له سوى شيء نبيكم، ولا هو من الأساس والله ما وده ياكم تجلوا عن الديرة. الله يبارك بيك يا شيخ ناجي. الصحيح إنه معروفك راح يظلي مطوق رقابنا كل عمرنا. يا رجل أنا ما سويت غير الواجب. كبر الله واجبك يا أبو فهيد، لينك ما قصرت. الشيخ قحطان قال إن باقي الكلام كله عند راشد. يوم قلت له رعد حلف يمين إنه ما ذبح، قال بسيطة ننكس على القاضي. الرجل ترى ما هو حامل ضغين عليكم، وعز عليه كثير جلوتكم. الله يجيب الصالح إلك ولنا وللشيخ قحطان بعد. عز الله يا أبو فهيد أنت والحاضرين. إني بري من دم راشد مثل ما الذيب بري من دم يوسف. يا ولدي البري غير ربنا سبحانه وتعالى هي يبريه، والحقيقة ما تنطمس للأبد. وأنا أخوك مكثورة خير يا شيخ ناجم، مكثورة خير ألينك ما قصرت. حياك الله شيخ هزاع. يا ولدي يا هو الضيوف. أبشر يوم. أنا عندي خروف شرس شرس على طول، ويظل يتحرش بغيره ويدي كل اللي حوله، ولما سألت قالوا الحل عندك. أنا عندي حل لكل شيء، واللي دلج ما كذب عليك. بس وش المطلوب مني؟ ودي دواء من عندك. الدواء موجود الحين، انطيش اياه وتاخذيه وتنطيه ويصير من صيد امس. لا لا لا، انا ما ودي اياه يموت، انا ودي يهدى ويكف شره وبلاه عن غيره. اه الحين فهمت عليك. خذي هذا السفوف وتنطيه، ذويب المية ويشربه، تراه لا له طعم ولا ريحة. بس هو كم عمره؟ رجل بأول شبابه. زين زين، هذا يناسبه. بس انتبهي لا يقرب للعيال ولا لكبار السن، ترى انخذوه ولا قربوا منه يمكن يصير سم بدمهم. وكم ودك ثمنه الدواء؟ ثمن الدواء أنا الحين ما ودي من الشيء، بس النجح اللي ببالك تجيبيلي 5 نعاج حلبات، وإن ما نجح
لا تعرفيني ولا عرفك. أمك نامت يا فهيد؟ أيوه نامت. الشيء اللي كنت تدور عليه يا ولدي أنا لقيته. لقيته؟ وشو؟ العرب قالت يا ولدي فلان دار السند والهند قال هو يدور على البنت اللي تعجبه، وأنا لقيت لك البنت اللي تعجبك. لقيتها؟ ومن هي؟ لقيتها بديرة الشيخ قحطاني ولدي، بنت كلها أدب وجمال، حتى اسمها غريب عن العرب. إيه الشيخ قحطان، لكن من أبوها وشو من طير؟ يوم نشتها قالت لأبوي راس الرمح. الشيخ قحطان؟ اي يا ولدي الشيخ قحطان، بس يخلصوا من هالفنتيكيه اللي هم فيها. ابى كد انا وياك والربع واخطب لك اياها. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اروى فج الضو، ليه بعد السهرانه؟ اللي يفقد عز المواليف لزوم عليها السهر. ان شاء الله اخوك راشد يعود قريب. انا مشتاقة لبلقيس اختي. وش تذكري يا عين منهم يطرى على البال في ناتهم؟ يما الظفر عمره ما يطلع من اللحم، وبلقيس هي اختي زي ما راشد هو اخوي، والدم عمره ما يصير مي. صحيح؟ بلقيس اختك وماجد اخوك. خليك على عماك يا بنت ابوك، انا ودي انام. خضرة يا خضرة، خضرة نايمة. الله أكبر، الله أكبر، أصبحنا أصبح الملك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هاجم عندك حنا نتحرى مجيم يكل يوم يلفى ميكل عون الله بعون الله يصير خير. اريد كل الفرسان تتحضر، اريد اقطع راس القحطان وامسح ساسهم. ما عليك يا شيخ ما عليك، رجالنا تاكل الصخر، والله لو ودك القحطان يرحلوا عن ديارهم الليلة ما يباتوا بالبيوت. رجال رجال وأنا أشهد. إلا وين دعيج؟ حد شافه؟ أدعيج من أمس خذ أغراضه ونهج صوب ديرة القحطان، وكاد إنه يوم يلفي يجيب لنا علوم القحطان. كان ودك يا شيخ عزم من باكر يوم ديرة القحطان أجيب علومه ومعاون. ما في شيء يتخبى، واللي يصير هناك تجينا علومه بعون الله. ضل معك من دوا الشيخ ماكل شيء او شارب شيء وفايت بيها الفوت، ادعوا له. يا عم ساري يا عونك اركب الخيل ونهج ديرة الشيخ ناجي، ونخلي العم هزاع وولده يجون بالحال وحلاله وبيوتهم نفس اللي من يجيبها. بالحال يا وجه الخير. ابعدوا عنه خلوه يتنفس، ابعد. هذا الرجل متسمى. متسمى؟ ما في غيرك يا ماجد، انت اللي سممت ابوي لجل تاخذ الشيخه، ما في غيره.
ما حد كان معاه بالشك غيرك، ما حد كان معاه بالشك غيرك. خرجوا هذا الخسيس من هذا المكان. بسيطة يا ماي، امشي يا امشي. يا جدة فتنة، وإيش هو الدواء؟ الدواء تكاتف، وخلي كلمتكم وحدة، ولا تخلوا الغريب يدخل بينكم. من وعينا على حالنا لليوم، وحنا أهل نخوة وأهل سيف وأهل عزوة للضيف، وترابنا ما يدوسنا عليها حد غير رجالنا وعيالنا. واللي مستغني عن حياته نقرب له المنية، واللي وده يرعبنا نخله يلعب بدمه. وانا متوكل انه كل واحد فيكم يعزن عليه هذول الحراير، إيه إنهم أمهاتكم وخواتكم وزوجاتكم وبناتكم، وإذا رضيتوا لهن الذل والضيم قصروا بواجبكم وتخاذلوا قدام أعدائكم. ربينا على ذك الخشوم العاجية، حنا عتاد الحرب وحنا رجالة. الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. ابشر يا شيخ قحطان، حنا رجال. انا كشيخ قحطان، انا وانا براد، المنية ولا الدنية، المنية ولا الدنية، المنية ولا الدنية، المنية ولا الدنية. سيروا وعين الله يرعاكم. إن شاء الله إنه أبوي بخير. ادعن له يا بنات، ولا تظل متقابلات وساكتات. اللي حنا بيه ينراد له عزيمة، ما ينراد له سكوت. الرجل الزين البكى عليه اللي له عمر بعيش بإذن الله. وحدنا الله يا نسوان، وحدنا الله. لا Thank you.
يا هلا برداد، يا هلا، نورت الحفرة. آخ أنا للحين ما تعافيت. باين ماجد هو اللي دس السم لأبوه عشان يخلص منه. أقول اسكت، الله لا يردك. يوم قلت لك حط يدك بيدي ما طاوعتني وأخذتك وقتها النخوة. وأنا وش بدي أعرفني إن الأمور رايحة تصير هيك؟ وعادها بتصير أخس وأخس، وأنا وأنت وكثير مثلنا إذا ما فتحنا عيوننا نروح فيها كلنا. بين الأمور ما هي رايحة توقف علي وعليك، السالفة أكبر من هيك. إيه على العموم نورت الحفرة. هذه العلوم منين جبتها؟ هذه العلوم يا طويل العمر جبتها من رعيانه وعودت لجل بلغك. ايه بلغني. ايه ها ايش رايك؟ والله اقول ايش تامر يا شيخ؟ اقول هسه الكل يفتح عيونه يحترس، وانا انتظر عودة ميكل. ايه انتظر عودة الاجنبي لجل نحقق شيء انتظرناه من سنين. الله يرده ويعجل. تريحوا يا رجال تريحوا. شيخ متعب. ايه ما يكلفت الا انا. ايه على الله يكون جاب لنا السلاح. لاقوه يا رجال لاقوه. ابشر يا شيخ، هذا مايكل خويي وانا اعرفه زين، يبيض الوجه. يلا يا رجال. يا ليت لي مثل الطير جنحان، كان وصلت الديرة وشفت أبوي. أبوك مليح المنطي طير ولت جنحان. أبوك لو بده شوفتك ما كان طردش من الديرة وهججنا كلنا. لا بالله أنا مالي ذنب، وكل اللي صار أنا رحت بالرجلين. لعد أنا إلي ذنب؟ اسمعي يا بنيتي، ما بي أحد قرب لأبوك وطلع بالريحة الطيبة. الظلم ما هو زين يمه، كيف ما كان يبقى أبو عيالش. هاي الربع، وش الشور؟ الشور شورك يا شيخ، أنت قول وحنا بأمرك يا شيخ. وش الشور يا هاجم؟
والله يا شيخ أنا أشوف. والله أنا يا شيخ أقول، أنا أقول أحتاج 10 رجال بكامل بنادق بكامل عتاد، وأنا أهرب راشد.